دعت جمعيات حقوقية مغربية إلى ضرورة إلغاء زواج القاصرات وإدخال هذا التعديل على مدونة الأسرة المغربية لمنع تزويج من هن دون سن 18 وفرض عقوبات ردعية على كل من يخالف هذا الإجراء. أنا ضد ظاهرة تزويج القاصرات. لماذا؟ لأنهن في حاجة إلى اللعب واللهو والاستمتاع بحياتهن أكثر. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية فيها تعب، فيها شقاء، وفيها حتى قضاء لمراحل عمرية من شبابهم ومن عمرهم. والفتاة إذا تزوجت في هذه المرحلة عندما تصل إلى عمر معين تتمنى لو أنها لم تتزوج في تلك السن الصغيرة. وطالب تحالف الحركة الأكبر لإلغاء زواج القاصرات، وهو تجمع جمعياتي حقوقي، إلى ضرورة إلغاء جميع مواد مدونة الأسرة في نسختها القديمة، داعياً كذلك إلى ضرورة توثيق كل أشكال الزواج التقليدي والمعروف في المغرب بزواج الفاتحة. كما دعا التحالف إلى تنظيم جلسات استماع للمقبلين على الزواج وإقناعهم بالعدول عن كل أشكال الزواج إذا تبين أنهم غير مؤهلين لضمان مؤسسة أسرية ناجحة وقانونية. لا أتفق مع هذه الظاهرة، لأنه يجب على الفتاة أن تدرس وتتعلم وتصل إلى الأهداف التي تطمح إليها، وبعد أن تنضج يمكنها اتخاذ القرار بنفسها. أما أن يقع تزويجها قاصر فهذا أمر فيه عديد السلبيات. ويعتبر زواج القاصرات في القانون الدولي جريمة ضد الطفولة، تحرم فئة مجتمعية كاملة من ممارسة حقوقها كاملة وتكبل مراحل نمو الشخصية الإنسانية، كما تفرز مشاكل أسرية يصعب حلها فيما بعد. زواج القاصرة هي جريمة يجب أن تضع لها مدونة الأسرة حلاً عبر قوانين ردعية، يقول نشطاء حقوقيون في المغرب. وحقوق الأطفال يجب أن تمنح بالكامل إلى حين بلوغ سن الرشد. أبلم جبر، اليوم، المغرب.